إذن الجيش الإسرائيلي يستهدف الجنوب اللبناني بالقاصفات الفوسفورية ودانات المدفعية الفوسفورية، وعلى محور آخر ينذر المناطق في الضاحية الجنوبية بإخلائها. ما هي أهم المناطق التي تم إنذارها يا أحمد، وماذا لديك من تفاصيل عن إنذار المناطق قبل قصفها حتى اللحظة؟ نعم، في خلال الساعة الماضية وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان مبنيين في منطقة شويفات العمروسية والغبيري. هذا ما حدث على مدار خلال الساعة الماضية، ولكن قبل هذه الساعة كانت هناك سلسلة من التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تضمنت حرب حريك هي الأكثر عرضة للغارات على مدار الساعات الماضية، بالإضافة أيضا إلى منطقة برج البراجنة أيضا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة أيضا أن هناك سلسلة أيضا من المباني التي تم استهدافها في الغبيري في عدد من المناطق الأخرى في الضاحية الجنوبية. فبالتالي جيش الاحتلال استهدف أكثر من 10 مواقع في الضاحية الجنوبية على مدار ساعات يوم أمس وعلى مدار الساعات الماضية، لأن كان هناك قصف في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى القصف الذي يجري الآن، فضلا عن 3 عمليات استهدافات خلال يوم أمس، منذ الساعة الأولى ليوم أمس وحتى الآن. فبالتالي هناك العديد من العمليات التي نفذت في الضاحية الجنوبية على مدار الساعات الماضية. أحمد، ما هي آخر أرقام الضحايا والمصابين التي وردت إليك حتى اللحظة؟ نعم، هناك عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن 3365 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي حتى يوم أمس، بالإضافة إلى أكثر من 14,000 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وزارة الصحة تتحدث عن أمس الأول فقط، أن في هذا اليوم سقط ما لا يقل عن 78 شهيدا، بالإضافة إلى 122 جريحا في حصيلة كبيرة يومية لهذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على الأراضي اللبنانية. فالآن نتحدث عن أكثر من 3,300 شهيد جراء الاستهدافات الإسرائيلية، وأكثر من 14,000 جريح جراء الاستهداف الإسرائيلي أيضا، علما بأن هذه الحصيلة هي حصيلة حتى أمس فقط، لم تشمل العمليات التي تمت أيضا في الساعات الأخيرة من مساء أمس، وتتضمن عدد أو نسبة كبيرة من النساء والأطفال جراء هذا العدوان الذي لا يفرق بين استهدافات سواء بين الأطفال أو بين النساء، لأن الاستهدافات تصل أساسا إلى مناطق مدنية يسكنها القطاع الأكبر من المدنية. أيضا توزيع الشهداء، هناك لم تخلو محافظة على مستوى الأراضي اللبنانية بالكامل من الغارات، وخصوصا بعدما وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين بغاراته إلى منطقة عكار، وهذه المنطقة أو محافظة عكار هي محافظة في أقصى شمال الدولة اللبنانية، وكانت بعيدة تماما عن العمليات والغارات والاستهدافات الإسرائيلية، بعيدة تماما عن الجنوب، لكن باتت الآن الجنوب اللبناني باتت محافظة النبطية، محافظة عكار، محافظة أيضا البقاع في الشرقي الدولة اللبنانية، محافظة بعلبك والهرمل في الشمال الشرقي للدولة اللبنانية، بالتأكيد العاصمة اللبنانية بيروت، وخصوصا الاستهدافات العنيفة التي طالت الضاحية الجنوبية على مدار الأسابيع الماضية، فضلا أيضا عن العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل بيروت. هناك أيضا محافظة الشمال التي تم استهدافها بأكثر من غارة على مدار الفترة الماضية. فبالتالي كافة المحافظات اللبنانية تعرضت إلى اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكافة المحافظات هناك بها شهداء جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي المتمادي منذ 17 من شهر سبتمبر الماضي، والذي اتخذ وتيرة تصعيدية في 23 من شهر سبتمبر الماضي، ومنذ هذه الوتيرة التصعيدية لم تهدأ هذه المواجهات، بالعكس بدأت عملية برية مطلع الشهر الماضي، وتواصلت هذه العملية البرية حتى تحاول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هذا العمل البري
في الجنوب في هذه الأيام، ولكن حتى الآن هناك معارك كبيرة في الجنوب، وهناك أيضا مقاومة كبيرة في محاولة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من التقدم في الأراضي اللبنانية. إذن أحمد، أعداد النازحين وصلت إلى أي مدى، والمساعدات التي تصل إلى لبنان كيف هي الأحوال الآن؟ نعم، فيما يتعلق بالنازحين فالدولة اللبنانية تقدر أن هناك ما يقرب من 1,200,000 نازح تركوا منازلهم جراء هذا العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. 1,200,000 نازح، يعني ربع تعداد سكان لبنان نزحوا جراء هذا العدوان المتمادي والمستمر على الأراضي اللبنانية. لكن المسجل في سجلات الدولة اللبنانية هم ما يقرب من 190,000 نازح، لأن الغالبية العظمى من النازحين هناك من قاموا بتدبير سكن بديل في مكان آخر ربما هو أكثر أمنا من المناطق التي نزحوا منها، وهناك أيضا من قام بمغادرة البلاد إما عن طريق الحدود البرية أو البحرية أو أيضا الطريق مطار رفيق الحريري الدولي الذي لا يزال يعمل وتعمل فيه بشكل أساسي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. فبالتالي هناك أعداد كبيرة غادرت عن طريق البر أو البحر أو أيضا عن طريق الجو، ليبقى في عهدة الدولة اللبنانية ما يقرب من 190,000 نازح موزعين على عدد كبير من مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، وربما محافظة بيروت هي الأكثر استقبالا للنازحين، تليها محافظة جبل لبنان ثم محافظة الشمال وفي بعدها محافظة عكار. وهؤلاء النازحون قدموا من إما محافظة الجنوب أو محافظة أحمد أعتذر على المقاطعة. نتابع الآن هذه اللقطات الحية وتصاعد أعمدة الدخان أمامنا على الهواء مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا في بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.